آخر التحديثات الميدانية هو القصف المدفعي الذي ينفذه أو تنفذه قوات الدعم السريع من منصاتها المنطلقة من شرق وجنوب الخرطوم تجاه مراكز أو مقار حكومي، مقار عسكرية تابعة لقوات الجيش في منطقة القيادة العامة أو في محيط القيادة العامة، بالإضافة إلى بعض المقار الأخرى. هذا القصف الذي بدأ قبل قليل من بعض المناطق، تحدثنا إلى بعض الشهود العيان هنالك قالوا بأنهم استمعوا إلى هذه الأصوات بشكل واضح، بالإضافة إلى انفجارات عدة دوت في كثير من الأماكن. لعلك سمعت تستمعين كاتلين نعم الآن إلى هذا الانفجار أو هذا القصف العنيف الذي لم يتوقف منذ صبيحة هذا اليوم. أيضا الجيش بدوره نفذ هجمات على بعض المواقع التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، خاصة في منطقة أم درمان، في وسط أم درمان، حيث السوق الشعبي والمناطق التي تجاوره تتواجد هنالك بعض القوات في قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى قصف في منطقة جنوبي أم درمان حيث محيط سلاح المهندسين. بعض الذين تحدثنا إليهم في بعض الأحياء التي تجاور هناك قالوا بأن القصف المتبادل ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بدأ في وقت باكر من هذا اليوم. ربما أن هذه هي أبرز التحديثات الميدانية في هذا الصباح. العقوبات الأمريكية التي فرضتها وزارة الخزانة على شركتين، قالت المصادر أن الشركتين تتبعان لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى علي كرتي. علي كرتي هو واحد من قيادات الحركة الإسلامية، هو الآن الأمين العام للحركة الإسلامية بالسودان، بالإضافة إلى كونه كان وزيرا للخارجية منذ العام 2010 وحتى العام 2015، وهو أحد الذين أو هو المؤسس الأساسي لقوات الدفاع الشعبي الذي يعتبره البعض الذراع العسكري للحركة الإسلامية. ربما في حيثيات القرار تحدثوا عن أن علي كرتي وكثير ممن أسموهم ب قادة نظام عمر البشير السابق قد يحاولون تقويض النظام الديمقراطي أو تقويض التحول الديمقراطي والانتقال للمرحلة المدنية الديمقراطية، واتهمتهم صراحة بإشعال الحرب. كثير من ردود الفعل المحلية، ربما أن الدعم السريع ذاتها رحبت بهذا القرار واعتبرت أن ما أسمتهم بالفلول يحاولون الوصول إلى السلطة على أشلاء الشعب السوداني، بالإضافة إلى تصريحات أيضا من قوى الحرية والتغيير التي قالت بأن أعضاء الحركة الإسلامية أو ما يسمون بالأخوان يعني هم الذين أشعلوا الحرب، واتهمتهم بإشعال الحرب وبأنهم يريدون تحويل السودان إلى ساحة حرب حتى يعودوا إلى الحكم من جديد. ربما أن هذه التطورات بأجملها أتت بعد القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية على علي كرتي، الذي يعتبر واحد من أهم قيادات الحركة الإسلامية. يعني محمد، استمعنا أكثر من مرة لهذه الأصوات، أصوات قصف أو انفجارات. يعني هنا دعني أسألك، هل يمكنك تحديد موقع هذه الاشتباكات، وكيف تبدو الحياة اليومية اليوم في السودان للمواطنين على وقع هذا القصف المتواصل؟ نعم كاترين، هذه الاشتباكات أو هذه القذائف تصور هي قذائف مدفعية متبادلة ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، حيث يقصف الجيش من منصاته شمالي أم درمان في مناطق وادي سيدنا وكرر العسكرية تجاه تمركزات قوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة ومن بينها الخرطوم، بينما ترد المنصات منصات الدعم السريع المنصوبة في جنوب وشرق في جنوب وشرق الخرطوم وشمالي مدينة البحري على تلك المنصات. هذه القذائف ربما أنها تقصد تلك الارتكازات التي تتواجد بها قوات الدعم السريع وأيضا ترد عليها قوات الدعم السريع. الحياة هنا تتعسر كاسرين بشكل كبير للغاية، ويبدو أن المطلوبات الأساسية للحياة تتناقص بشكل واضح. كثير من المواد الغذائية ربما التي كانت موجودة الآن تعاني ندرة
كبيرة. كثير من الذين تحدثنا إليهم أو الذين رأيناهم والتقيناهم قالوا بأن هنالك ندرة في غاز الطبخ وكثير من مستلزمات الحياة اليومية، بالإضافة إلى ندرة المستهلكات الطبية والعقاقير والأدوية المنقذة للحياة، خاصة أدوية السرطان وأدوية الكلى وغيرها من الأدوية. ربما أن هذا الأمر ربما سيعسر الحياة بشكل أكبر من ما كانت عليه سابقا.